قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة التفتيش بحملات تفتيشية وتوعوية طوال إجازة عيد الفطر المبارك، بالتزامن مع السماح لبعض الأنشطة والمنشآت بالعودة لممارسة أعمالها. وفي اتصال هاتفي في نشرة سابقة أكدت السيدة منى العلوي مدير إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ضرورة التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية المعلنة للحفاظ على صحة مرتديها. خططنا في كجهات رقابية سواء من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة التفتيش مع المختصين من وزارة الصناعة الصحة وزارة الداخلية وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، والحمد لله غطينا تقريبا 450 منشأة في فترة العيد، وهذه يعني تتفاوت بين مطاعم مقاهي مختلف أنواعها، صالات ترفيه، دور سينما ومرافق سياحية. وكانت المخالفات يعني بسيطة، أقدر أقول أنها تشكل 3% تقريبا. أغلقنا يعني 12 منشأة لمخالفتها للإجراءات الاحترازية المطلوبة، وأحب أبين أن هذه مسؤولية مشتركة يعني من قبل الجميع، بحيث أن إحنا كجهات رقابية ما راح نكون متواجدين على مدار الساعة إلى التفتيش، فلا بد أن تكون المحلات التجارية قائمة يعني بمهمتها على أفضل وجه، أن هي تتأكد من وجود هذه الإجراءات الاحترازية، وأيضاً المرتادين لابد أنهم يتحملون مسؤوليتهم كاملة، لأن كثير من التجاوزات كانت بسبب دخول بعض الزبائن وهم غير مطعمين.